يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من ينسب إلى العلم إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة إن ذلك جائز لا شيء فيه، فكيف الجواب عن هذا وفقكم الله؟ هذا القائل إما أنه يجهل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد، أو أنه يعلم هذا ويغالط، فلا حجة فيه. نحن نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد. نعم.